بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم او مساء الخير على حسب ما هتشوفوا الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير يا رب. النهارده جولتنا في سوق الجمعه في سوق التونسي الحضاري. انتوا عارفين ان هما بيبداوا شغل من يوم الخميس والجمعه، بس الفرش بتاعهم بيبقى من يوم الاربع اخر النهار، يعني قبل المغرب بساعه كده بيبتدوا يفرشوا شغلهم، وبتبتدي العربيات بقى توصل وتنزل الشغل. وطبعا احسن وقت لانكم تشتروا هو في التوقيت اللي بيبقوا بينزلوا شغلهم من على العربيات، يعني لو قدرتوا توصلوا يوم الاربع قبل المغرب بساعه هيبقى حلو جدا جدا جدا، وهتلحقوا فعلا حاجات لقط، لان معظم الناس اللي بتحب تاخد شغل كويس بتبقى موجوده في الوقت ده. تعالوا بقى نشوف مع بعض ايه اللي موجود، بس يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو مش مشتركين في القناه تشتركوا، ولو مش بيوصلكوا اشعارات الفيديوهات بتاعتي الغوا الاشتراك وفعلوه من اول وجديد عشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم الاشعار بتاعه. عندنا بقى الشنط دي، كنتوا سالتوني كتير قوي عن شنط السفر. زي ما انتم شايفين كده الشنط دي اسعارها بتبدا من اول 300 جنيه، ده للشنطه الصغيره، وبعد كده بقى الاسعار بتزيد 400 500 600 على حسب حالات الشنط. يعني مش هقول لكم احسن حاجه، يعني الحالات معقوله. وطبعا انتوا عارفين الشنط المستخدمه بتبقى حالتها مش قد كده، بس في ناس بتدور عليها كتير وبتبقى عايزاها، لان هي فعلا سعرها جديد بقى عالي شويه، فاحنا بنلجأ بقى للحاجات دي عشان نقدر نعوض الفرق الكبير اللي في السعر. وكمان ده مش بيبقى سعر نهائي طبعا، اللي بيشتري اكيد بينزل في السعر. بصوا قدامكم هنا كده كانت الناس لسه بتفرش، بصوا العربيات التروسيكلات كل الحاجات دي ركنة على جنب وبتبتدي تنزل شغلها عشان تجهز ليوم الخميس والجمعة. وبرضو بيبقى فيه ناس كتير يوم الاربع اخر النهار واقفين مستنيين العربيات دي، مش الموضوع يوم الخميس والجمعة بس، لا ده بيبقوا واقفين مستنيين، وخصوصا الناس اللي بتفرش في الأسواق بيبقوا قاعدين مستنيين وصول العربيات وتنزيل الشغل عشان ياخدوا الحاجات اللي هي المفروض تتاخد في الأول، يعني اللقط. هنا كانت التيشيرتات دي أي تيشيرت فيهم ب 35 جنيه. ما تنسوش يا جماعه موضوع اسامه الشاب اللي بيلف على البيوت بيلم اي كراكيب زياده، اي حاجات انتوا مش عايزينها، غسالات بوتاجازات تكييفات تلفزيونات اي حاجه انتوا مش عايزينها، هو بيجي لحد عندكم وبيسعرها وبيديكوا فلوسها وبياخدها. ما تنسوش تساعدوه، الشاب ده دايما بيكلمني ويقول لي يا ريت تكلميهم عشان لو حد محتاج اي حاجه اجي له اروح لحد البيت، فيا ريت تساعدوه معايا عشان هو فعلا لسه شاب وجاي له بقى طفل على الطريق، فربنا يساعده يا رب، وكمان ربنا يقدركم تقدروا انتوا كمان تساعدوه. رقم تليفونه هسيبه لكم برضو على الشاشه عشان لو حابين تتواصلوا معاه. هنا كمان بصوا منشر الغسيل، منشر ده حلو قوي حالته كويسة برضو. طبعا الغسالات البوتاجازات كل الحاجات دي هتلاقوها كتير. هنا كان في نجف، كان في سكوترات، النجف هنا كان دي ب 200 اللي قدامنا دي، واللي على الجنب ب 150. الناس بقى اللي بتقولي احنا بنروح نلاقي الاسعار ازيد من اللي انت بتقوليها، والله انا بجيب الاسعار منهم، هم مش انا اللي بقولها، هم اللي بيقولولي على الاسعار اللي عندهم، انا ما بجيبش اسعار من عندي. فلما بتروحوا بتلاقوا الاسعار زادت يا ريت تستشهدوا بالفيديو باللي في الفيديو، لانهم ممكن مثلا حد يكون واقف تاني يقول سعر تاني من عنده، لان هم دايما بيحبوا يعلوا في الاسعار عشان اللي بيروح يشتري منهم بيفاصل. فياريت اللي يروح يشتري حاجة يعرف صاحب الشغل ان هو من متابعين القناة عشان يعني يبقى السعر اللي انا قلت عليه يبقى هو عارفه، لان زي ما قلت لكم هما بيبقوا شغالين على اساس ان هما يضربوا سعر عالي، واللي بيروح اكيد بيفاصل، فدي اللي بيعملوا حسابها دايما. يعني بصوا الحاجات دي عاملة زي الشطرنج، انا مش عارفة دي ايه، يعني ياريت اللي يعرف يقول لي، انا مش عارفه دي انا لقيتها كده عامله زي الشطرنج، فقلت ممكن تكون عواميد مثلا بتتحط في فيلل، بس شكلها غريب ما ينفعش تحط عليها حاجه. بصوا هنا كمان كان في البروازين دول كان سعرهم الاثنين مع بعض 300 جنيه، بروازين حلوين برضو شكلهم حلو الاثنين مع بعض ب 300 جنيه.
طبعا انا جبت لكم امبارح فيديو كان مليان بالشغل بلعب الاطفال والكراسي بتاعت الاطفال، مش لعب، هي كراسي الاطفال وسرير الاطفال. فطبعا كان في وجبه دسمه، يعني اللي هو كان في سوق المناوله الجديد. بصوا بقى المواتير والعدد، انا مش عايزه اقول لكم مواتير وعدد وقطع غيار سيارات، كل الحاجات دي بتبقى موجوده كتير، طبعا مش كل اسبوع بس بتبقى موجوده كتير. كمان الطقم ده كان حلو قوي. هنا دي بقى شلت بتاعت قعدات عربي زي ما انتم شايفين كده، دي مجموعة او كذا قعدة، مش قعدة واحدة، كذا قعدة. بصوا الالوان حتى مختلفة، كل الالوان اللي شكل بعض بتعمل قعدة مع بعضها. دي عند عم حنفي، عم حنفي اللي هو شريك عم عاطف بتاع مصادرات الجمارك، ورقمه كنت مثبتاه على فيديوهات مصادرات الجمارك، او ممكن تكلموا عم عاطف، يعني سواء كان عم عاطف او عم حنفي، بس هو بالاخص عم حنفي لان هو اللي كان واقف على الفرشه دي. خلاص كده جولتنا خلصت في سوق الجمعه، في سوق التونس الحضاري. طبعا انتوا عارفين كان لسه الشغل بينزل، فحاولت اجيب لكم الحاجات اللي كانت اتفرشت. يا رب تكون جوله النهارده عجبتكم. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير للفيديو، لو اول مره تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناه، وما تنسوش تابعوني على صفحتي على الفيسبوك والانستجرام وعلى التيك توك والتليجرام، وكل اللينكات دي في الديسكريبشن بوكس.